حنا على استعداد ديال الانطلاقه ديال العمل ديالنا ان شاء الله بحول الله. حنا كما كتشوفوا عقمنا كنا عقمو في المحل، عقمنا الطوابل ديالنا، الحيط ديالنا، العود ديالنا، الكراسي، بريسا درنا لها لونتروتيان ديالها وعقمناها كامله، الارضيه عقمناها، درنا مسافه التباعد بين الزبائن ديالنا، وان شاء الله نطلبوا الله التيسير ونطلبوا الله الخير ان شاء الله. ورحنا راه اشاره الجميع 50% مزيانه احسن من ديال لومبورتي، 50% بعدا راه مزيانه بعدا، على الاساس فاش كانت مثلا المحل كيهز عندنا لداخل 60 ديال البشر غادي تهز عندك 30 ديال البشر، يعني مزيانه لينا حنا في العمل ديالنا والانطلاقه ان شاء الله. ونطلبوا الله ان شاء الله يحيد عنا هذا الوباء ان شاء الله، هذه الجائحه، ونرجعوا للمسار العادي ديالنا في الحياه ان شاء الله، ونطلب ان شاء الله الخير للمغرب كامل وعلى سيدنا. وهاد الايام ديال الحجر اللي دوزناها صعيبه شويه، صعيبه بزاف، لانه العمل ما بقاش، كنتي كتبرد واحد القدر ديال المال كتعيش به اليومي، حقاش حنا كنعيشوا للنهار ديالنا، كنعيشوش للشهر، حنا ميومين كنعيشوا للنهار ديالنا. ودابا الحمد لله ملي مفارجات ان شاء الله بحول الله ان شاء الله نرجعوا للعاده ديالنا والمسار الحياه ديالنا ان شاء الله. المواطن السرغيني نطلب منهم الالتزام بالتباعد والالتزام بالنظافه ديال اليدين والمسائل ووضع الكمامه واحترام ديال القانون اللي دايره وزاره الصحه. نيابه على ارباب مقاهي قلعه السراغنه جمعيه الوفاء والتي بدورها تنتمي تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالمغرب، لا يسعني إلا أن أستجيب نيابة عن زملائي بالبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة والقاضي بفتح المقاهي يوم الخميس صباح يوم الخميس بشروط، ونحن نستجيب وتنفيذا لهذا القرار أن سوف نعمل ب 50% نيابة علاوة على 100% فنعمل ب 50% نظرا للظروف الخاصة التي يمر منها بلدنا وهي الجائحة، جائحة كوفيد 19. نتمنى من هذا المنبر أن يرفعنا الله بحول الله وقوته هذا الوباء، ويسترجع الاقتصاد الوطني يعني مكانته وهيبته من أجل النهوض بل الإقلاع بالاقتصاد الوطني لما هو أسمى. بالنسبة للعمل ديالنا فسوف نستأنف العمل، والعمر كلهم عزيمة وإرادة قوية من أجل تقديم خدمات جليلة وخدمات حسنة لزبناء هذا الفضاء، علما بأننا سنعمل كيف قلت في البداية ب 50%. هذا 50% بمعنى أنه كل طاولة فيها غادي يكون فيها جوج ديال الكراسي، وتكون مسافة الأمان اللي هي تقريبا ما بين الزبون والآخر هو جوج الأمتار، والطاقة الاستيعابية غادي نستعملوها وغادي نعملو ب 50%، بمعنى أن المسافة ما بين طاولة وطاولة ستكون تقريبا 3 أمتار، ناهيك عن التعقيم، والعمال سيكونون كلهم مرتدي الكمامة وهي إجبارية، واحترام المسافة القانونية ما بينهم وبين الزبناء، و كل عملية قام بها عامل في المقهى فهو مباشرة يتجه نحو تعقيم يديه، يعني التعقيم سيكون طوال اليوم من 6 صباحا إلى المساء. فيما يخص العمل ديال 50% هو فعلا لا يغطي مصارف الفضاء، لذلك فنحن سنساهم من جانبنا لكي نوفر فرص شغل
لهذا العمال، ونساهم من جانبنا وبدورنا في امتصاص ظاهرة البطالة في الإقليم، وهذا هو الهدف المنشود لتنسعى له كلنا من أجل النهوض بالإقلاع بالاقتصاد الوطني لما هو أسمى. ومن هذه المناسبة، من هذا المنبر، نود أنني نقدم الشكر لشوف تي في، لأن دائما هي مواكبة لجميع المشاريع في الإقليم وعلى الصعيد الوطني.